عليكم، مرحبا بمتابعين قناة هان تي في. في موضوع حلقة اليوم اللي غادي يكونوا غير بعض المعلومات اللي كتواجدوا هنايا، وانا غادي نشرحهم لكم بطريقة مبسطة. اول حاجة هي بالنسبة للناس اللي كتخلصوا هنايا مثلا ربع ديال الخلصة، فراه هادوك وعندهم اطفال، فراه هادوك يقدروا يتخلصوا على ولادهم. ولكن بالناس اللي عندهم مثلا نص الخلصة ولا الخلصة طالعة، فراه هادوك ما كيتخلصوش على ولادهم. يعني كيقولوا لك لا هنايا برا كيتخلصوا على ولادهم الى اخره، فراه ماشي كلشي، يعني غير اللي عنده الربع ديال الخلصة والخلصة هابطة. وايضا بالنسبة للمعاونة، المعاونة راه ما كدومش لكلشي، يعني كدوم كيف كنت شرحت لكم بحالها بحال ديال الخلصة ديال الاطفال، غير اللي عنده الخلصة قليلة او اللي ما خدامش، يعني ما خدامش بيطالي كيف كنقولوا حنايا. كدوم بالنسبه للعائله 21 شهر وكيقول لك صافي ستوب، يعني 21 شهر كدوم ديك المعاونه وكيحبسوا. وبالنسبه لهل شخص واحد مثلا شاب ولا شابه، يعني كدوم ليهم مده 6 اشهر، كيبقاو ياخذوها لمده 6 شهور، كيقول لك صافي ستوب، خاصك تخرج تقلب على راسك، حنا يعني راه ما دايمينش لك. ولكن كاين البعض راه كيولف المساعده، كيقول لك لا صافي حنا غادي يبقاو يعطيونا المساعده، ما كاينلاش نبقاو نخرجوا، وكل كاينلاش نبقاو نخرجوا بقاو نقلبوا على خدمه الى اخره. ولكن المعاونه كدوم لمده 6 شهور بالنسبه للشباب، يعني لشخص واحد، وكدوم لمده 21 شهر بالنسبه للعائله، هادو البيطاليين اللي ما خدامينش. وممكن تكون عند اللي خدامين ولكن كتكون عندهم الخلصه قليله بزاف. وايضا بالنسبه للنساء اللي دايرين زيف كيتواجدوا هنا، كنعرفوا احنا الامرأة المسلمة يعني اللي كدير الزيف، وهذه ضروري في الدين ديالنا، كيجيو هنا مثلا البعض كيبغيو يقلبوا على خدمة الى اخره. ولكن البعض من بين الشروط باش تخدمي انك خاصك تحيدي الزيف، وحنا كنعرفوا هذه راه امبوسيبل ان المرأة المسلمة تحيد الزيف ديالها على قبل باش تمشي تقلب الخدمة، هذه راه رافض هاد الدين ديالنا نهائيا. وايضا بالنسبة للاشخاص اللي كتواجد عندهم طوموبيلات، هادي راه كيخلصوا عليها من الشهر لشهر، حنا راه عندنا هادي يعني ماشي غير هنايا. ولكن هنا شنو المشكل؟ المشكل هو انك هانتي كتخلصي من شهر لشهر، ولكن ملي كتجي تبلاصي في بلاص اللي مولفك تبلاص كتلقايها عامره، يعني هنايا راه سيمبري خاصك تخلصي من شهر لشهر، ولكن البلاصه انت اللي خاصك تقلبي عليها، يعني راه ما دايماش لك. ولكن الحاجه الزوينه في هذه هما بالنسبه للاشخاص المعوقين، يعني مثلا مقطوع عليه رجلو ولا في كرسي متحرك ولا مقطوع عليه ايدو مثلا، فراه هذوك مختص لهم بلاصه بوحدهم، يعني ممكن شي واحد يقرب لديك البلاصه، ولكن الا قرب لهم شي بلاصه في الطوموبيل فراه كيخلص عليها، كيخلص على بالطوبر كيف كنقولوا حنايا كورسا. بون كانوا هذو هما معلومات اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا، انتظروني الاسبوع الجاي مع موضوع جديد. شكرا.